السلام عليكم ناس الجياس كات، توجور مع جديد واخبار شبيبة القبائل. ما يعجبني في موبيليس لما حكمت شبيبة القبائل حكمتها الفرض السنة وباقية تبقى تنسيستي في الحاجة حتى تحققها. مستشار المدير العام لشركة موبيليس كواجي يتكفل شخصيا بقضية تأهيل الثنائي البوزني وايد عثمان. ديروا لنا لايك على الفيديو، ابوني في القناة واتركوا لنا تعليق. حاجة مليحة هذه، حاجة مليحة موبيليس هكا لا تيأس. يعني اليوم اللي يقرا جريده تاع الكومبيتيسيون كيطيح لك المورال عادي، خلاص قال لك حتى العام جاي بيت كاليفا وهادو اللاعبين اللي هنا موبيليس تبقى تضغط وتضغط وتضغط واللي فيه الخير يجيبه ربي. هكا المهم حاولت حاجه المليحه، واني مش كنت نشكر في موبيليس، عندي مصلحه فيها والله ما نعرف حتى واحد. انا الحاجه اللي تعود مليحه نشكروها، وراهي باينه امام الملأ بكل بلي موبيليس قاعده تحاول، والحمد لله اهلت لنا اللاعبين تاعنا اللي هما رجم ومعطلة، والحمد لله راح نلقاهم في الشامبيون وراح يتكاليفاو في كأس رابطة ابطال افريقيا في اليومين هادو ان شاء الله على اقصى تقدير. الان راهو كواشي راح ان شاء الله مستشار هذا تاع موبيليس راح يتكفل بقضية اللاعبين سامير سمايليزيتش وايضا عثمان ايت عثمان، وان شاء الله يكالي فيهم ان شاء الله يا رب العالمين، لانه قضية تهم يبدو انها صعبة ولكن ان شاء الله ليس مستحيل مع رب يكلفوا محامي قوي ان شاء الله راح يكون. شاهدنا قداه العقوبات وتنحات عالمية، هذه نحكيو عالميا وتنحات لهم عقوبات، وايضا ياما شفنا فرق راح لمحقم وعاودوا استرجعوه بالاستمرارية وايضا الضغط على الفيفا وايضا ربما الناس اللي تعرف القوانين جيدا. ما نطولش عليكم، ديروا لنا لايك على الفيديو، ابوني في القناه، وتفرجوا لنا ريال مدريد وليفربول، ونتمنى كل خير لشباب القبائل. نتمنى انه هذا المستشار كواشي ينجح في هذه القضيه ان شاء الله مع فيديو جديد وجديد اخر سنوافيكم به. سلام خوتي.